بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها. إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. مؤمنين بقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وستتحول هذه أزمة في التاريخ، يثبت مواجهة الإنسان واحدة مع الجدائد التي تمر بها البشرية. إن بلادكم المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى ما لديها من إمكانيات في طليعتها. عزيمتكم قوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب. إنما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، مواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها. لذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. إن القطاعات الحكومية كافة في مقدمتها وزارة الصحة تبذل كل ما إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. أريد أشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي ولكن الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، بادرين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. نؤكد على مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، ولا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي والتزام ما يصدر من جهات الجهات المعنية من توجيهات والتعليمات والإرشادات في سبيل مواجهة هذه الجائحة. أيها الأخوة والأخوات، بناتي وأبنائي، لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك أبادركم بالقول إننا نمر بمرحلة صعبة ضمن ما يمر العالم كله. وأقول لكم أيضا إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة، لكنني في الوقت ذاته أعلم إننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب وبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريمة له، مستندين على سرابتكم وقوة عزيمتكم وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية. أدم الله علينا توفيقه وسددنا كل خير. حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.